السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. بصراحة القعدة، أنا كنت قاعد معزوم دلوقتي، أبو محمد زهراني كان بصراحة عازمني على كافيه، قال لي هيعزمني على قهوة عربي سعودي، تمنتي لا في السعودية ما شاء الله، قهوة عربي جميلة أوي. فأنا ما كنتش متوقع بصراحة المكان، ففوجئت إن المكان روعة، مكان تحفة. تخيل لما تكون قاعد على أحد الترابيزة زي الترابيزات دي كده، ويكون في وشك الجاردن هوتيل. طبعا الناس اللي بتيجي الصين عارفه الجاردن هوتيل كويس قوي، اللي فيه هنا المول اللي قدامه على طول، اللي فيه مطعم السلطان. الفيو نفسه رائع جدا. انا برضو طبعا انا بنقل لكم دايما كل ما هو جديد وكل ما هو جميل في الصين. الكافيه، كافيه بتاع كافيه عربي بالمناسبه، شاب عربي اروع من الروائع، سالم. ازيك يا سالم؟ تعالوا نشوف سالم كده. سالم بتعمل لنا ايه يا سالم هنا؟ بتعمل ايه مشاريب هنا ايه؟ عندنا الله يعطيك العافيه الميني بانكيك، وعندنا الوافل، وعندنا خلطاتنا الخاصه حقتنا فينا، عندنا الميلك شيك، عندنا سبانيش لاتيه، عندنا الميلك شيك بانواعه، من الكيت كات، من الاوريو، من السنيكرز، من الكندر، عندنا الموجيتو. الموجيتو نحن متفردين فيه في الصين بنوع، لان الموجيتو عندهم هنا بيعملوه بالصودا. انا بس بصراحه انا مستعجب، ما شاء الله اكبر، الله اكبر، ربنا يبسطك ويكرمك. انت خدت المكان ده ازاي؟ الله اكبر، ربنا يبارك لك. يعني توفيق من الله ما شاء الله. المكان تحفه، مكان فيو، مكان تقعد تشرب قهوه كده. طبعا احنا دلوقتي عشان الوقت متاخر، فطبعا الدنيا رايقه شويه يعني، لكن عايز اقول لكم يعني المكان اولا انتوا عارفينه كويس جدا، هو يعتبر في المنطقه العربيه في شياو بي. واحد هاني بيقول لك انا اول زبون جاي لك اهو، ما شاء الله يعني. فاللي هيجي الصين طبعا عارفين المنطقه العربيه شياو بي، شارع العرب. انت هتكمل في شارع العرب ماشي بالظبط 300 متر بالظبط، هتوصل لفندق الجاردن. ده احد اكبر الفنادق والمعالم هنا في مدينه جوانجو، منطقه توجين. كل العرب اللي بيجوا جوانجو عارفين توجين كويس جدا، عارفين مطعم السلطان اللي ورانا كويس جدا، عارفين فندق الفندق عندي. نعم، لا 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 عندي، عارفين مطعم فندق الجاردن، عارفين مادو الكافيه، عارفين ستاربكس. هو هنا طبعا، تخيلوا انتوا قاعدين على الترابيزه الجميله دي، فالراجل مقدم قهوه عربي ومعاها التمر بتاعها، جاب لنا بصراحه كيك، وجاب لنا وافلو، وجاب لنا حلاق. بصراحه انا بصراحه هو الموقع، الناس اللي عايزه تشم هوا في جوانجو. على فكره في جوانجو نادرا لما تلاقي مكان اوبن زي كده، يعني دايما الصينيين مش واخدين زينا على ايه. يقول لك عارف احنا عندنا في العرب يقول لك ايه، احنا عايزين حته برحه، عايزين مكان كده فيو، عايزين منظر. الصينيين مش دايما مش بيهتموا بالحته دي، فعشان كده صعب ان انت تلاقي الاماكن دي في كتير في جوانجو. طبعا تخيل انت قاعد كده وانا قاعد زي ما قلت لك كده، زي ابو محمد والبشمهندس عمرو قاعدين، وهو قاعد كده، فانت القاعد شمس كده، الطريق قدامك بره، الطريق كله العربيات، المنظر هنا جميل. طبعا في منظر لازم تاخدوا بالكم منه، هنا في نافوره، هنا كده بالظبط المكان ده في نافوره، كنت انا صورت منها قبل كده، شايفين. انا هبعد وشي بقى، واستمتعوا انتوا بالمكان. زي ما انتم شايفين ده مول كبير قوي، المول ده شوبينج تخش فيه تستمتع بيه، مش عارف ايه الكلام ده كله. هنا في السلطان، مطعم السلطان في وشي هنا كده، اللي هو التركي، واحد من اشهر المطاعم اللي موجوده هنا في مدينه جوانزو. هنا القعده الجميله زي ما انتم شايفين، الناس قاعده هنا حاجه كده ايه، عارفين عشان في رطوبه عاليه، لا مؤاخذه كل واحد جايب الكلب بتاعه، وكل واحده جايب الكلب بتاعها صغير، كلاب صغيره. وهنا في نافوره، النافوره طبعا عشان وقتي متاخر فخلاص بقى بقاش تشتغل، لكن عاده بالنهار ولحد الساعة 9 مساء بتلاقي النافورة هنا، مطرح ما انا مشاور بصباعي كده بتلاقي النافورة شغالة. المكان جميل جدا، انا حبيت بصراحة والله. انا الاخ العربي ده